سلام البنات، مرحبا بكم في قناة حلومة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا كما العادة غدا اختي نمشي لاكسيون. الله يستر، راه خاصني بقى قطعوا لي خيط اليدين باش مبقاش نمشي لهاد الاكسيون اللي كان كنحماق عليه. فين ما كنشوف شي جديد كنقول ضروري نمشي نشوفه. المهم اختي، هتبان لي هاد البلاطوات غادي نبدا معاكم من الاول. هاد البلاطوات عجبوني. هاد الكحل وكاين فيه هاد الماغو ديالو، شتي شحال زوين الجناب ديالو مشبكين. داك الشيء دير فيهم ديكوراسيون ولا شي حاجه اللي عجبك، تحطي فيهم حتى كيسان ولا ماكله ولا هذا طبيصلات ولا هذا، ممكن يجي زوين. كاين هادو الشكل، هاد الشكل اخر حتى هو هذاك اللي وريتكم في الاول. الكبير ديالو داير 11 والصغير داير 5، قولي 6 اورو 5.95. والمهم كاين هذا، كاين الصغير ديالو والكبير ديالو. كما كتشوفوا ها انت فيهم زوينين عجبوني، ولكن دايرين شويه الثمن ما عجبونيش. اثمنه مقلعينهم بزاف، هاد هادو ما زعما ما يستحقوش هاد الثمن. وهادو اختي هاد الغرارف ولا هاد الطروات ولا هاد البواطات راه كيحمقوني، ولكن ما كنبغيش انا شي حاجه اللي مثلا كنتحول غادي تعاوتاني القش، وهذا راه كنخليهم فين ما كنشريهم في البلاصه اللي تحولت لها كنخلي فيهم هذا الشيء. المهم داكشي علاش ما كنبغيش ناخذ منهم بزاف. كعجبتني هاد البواطه، ديري فيها مثلا الفيليت اللحم ولا شي حاجه الدجاج ولا هذا زوينين. ومشيت انا جيت على ود هادو البنات، ضروري عجبوني فنين. ولكن المشكله لقيت وحده اللي فيها الذهبي، انا بغيتهم ذهبي، لقيت وحده قلت غادي ناخذها. كاينه الاخرى ولكن مهرسه. المهم قلت غادي ناخذ بعدا غادي نفوز بها حتى نمشي نشوف واحد اكسيو اخر ونشوف اش غادي نلقى فيهم هادو ولا نتقاد. المهم اختي راه كاين الجديد في المهنات، كاينين هادو فيهم لي طاس ديال القهوه، كاين هذاك الذهب شفتو مبقاش هذاك. وهانتي مهنات جبي بنات البنات اللي بغاو. ولقيت حتى كيسان ديال اتاي، زعما كون مكانوش عندي انا كيسان ديال اتاي كون خديت هادو. هادو هما اللي كيعجبوني هكا بيضين ديال حياتي، فيهم واحد شوية الزواق. المهم كل وحدة والزواق ديالها عجبوني بزاف، ودايرين غير شفتو انورو 99 سنتيم. عفوا اختي قاطي راه طالع شهر عاود شري، مزوقين وفيهم زواق مختلفة. هادو فيهم كل وحدة والزواقة ديالها، وفيهم ثلاثة الكيسان. وغادي نجي ناخد حتى هادي البنات، دايرة حتى هي انورو 99 حتى هي، غندير فيها زيت العود. وهانتي كنشوف هاد الحوايج ديالهم زوينين. هاد خديت نيت خديت سميتو، كنفكر واش ناخد هادي ولا لا. انا ما عرفتش كنت باغا نقول نسيت البنات وحق الله. كنفكر بقيت كنفكر واش غادي ناخدها ولا لا. شفت عند صاحبتي ودارت ليا بها القهوه رائعه جدا. كاينين هادو يا البنات كلشي رائع هنايا وحق الله. المهم اللي بغيتي ديباني، المهم بحالنا حنا اللي كنتحولوا مثلا كل عام كنتحول ولا كل عامين كنتحول، على هادشي كاع ما كنديه معايا كنخدم به وصافي قدي وعدي فهمتي. وهنا راه كاين البخودوي داكشي ديال حشاك الطواليط، كاين الجافيل، كاين كلشي البنات، واسمينه شويه منخفضه على لي سوبر مارشي الاخرين البنات. المهم انا كنشوف اش غادي ناخذ، ضروري غادي ندي شي حاجه لانني فاش جيت من المغرب ما كاين حتى شي حاجه في الدار. خديت هذه عجبوني، هادو فيها سميتو خديتها انا بالجاسمين زوينه فن ريحتها حمقتني. كنت غادي ناخذ ديال الخزامه بس بركه لي كل مره كنت ديال الخزامه، اللهم نبدل شويه. وخديت هذه البنات ديال الجاسمين فن ريحتها رائعه جدا، وكما كتشوفوا 98 سنتيم لا غلا على مسكين، واخا طلعوا شويه في الثمن. هذه خاصاني البنات، ولكن انا ما جيبش الطوموبيله، هانتوما غتشوفوا في الاخر ما غنديهاش. ما جبتش معايا الطوموبيله وقلت غادي نتقل عليهم عندي فين نديرها. خديت هذوك ليغاس. والمهم شيت كندور، جيت هادو بغيت ناخذ مخيدات. انا راه عرفتي شنو عشاقه وملاله، كدور واحد الدوره صافي ما كنبقاش نحمل داك المخد اللي عندي، داك اللون اللي عندي خاصني ضروري نبدل. المهم هادو راه ديال الكنابي، هادو ديال هذا الناموسيه زوينين هادو البنات وحق الله. ديرها فوق الناموسيه وارتاحي مع راسك، فيقي الصباح وارميها عليها كتبان الدنيا نقيه. المهم المخيدات اللي بغيت ناخذ، قايس كنفكر فدوزت كاع هادو، بقى لي غير هذا ما عمرني شريته، غادي وقيلا هو اللي غادي يبان لي غادي ناخذه.
والمهم راه كاين بزاف ديال الحوايج باش لا ما يشدش لا، ولكن راه بعض المرات كنحبس راسي اختي وحق الله، راه كنشريو الحوايج غير كنرميوهم، يا ربي تسمح لينا، ولا كنجمعو بعدا بعض المرات كنجمعهم كنديهم للمغرب. والمهم بقيت حايره في هاد المخدات، قلت غندير دوره عاش غنرجع هنا. البنات كما كتشوفوا زوين هذا النيتواياج للوجه، فيه راه نقرا لكم هذاك، فيه فيس سكراب هذا ديال الكوماج، وفيه هذا ديال الكريم ديال قالك صباح وليل كديريهم، وكاين هذيك المهم هذيك سميتو الشيته اللي هذيك الفورشات اللي كتنيتواي الوجه. ها انتو البنات لا غلا على مسكين الروايح اغوغو، هنا دايره غير 99 سنتيم، غير اللي ما بغاش دايره، وارخص ارخص ريحه دايره 99 سنتيم، واغلى ريحه واقيلا دايره 9 ديال الاورو. المهم البنات اللي بغى يجي راه كاينين رويحات، كاينين شي وحدين زوينين، وديودورون كما العاده حتى هما لا غلا على مسكين. انا بعد المرات وحق الله كنشوف شي وحدين يا ربي تسمح لي ما كنبغيش نهضر في هذا الشيء، تيجلسوا حداك ريحتهم يا عود بالله، والله ما بلادي ما يمشي يشري واحد ديودورو ما ياديش الاخر. المهم شكون اللي عقل هذاك الشامبان سان سيلك هذاك الصفر الاول؟ البنات رجعوا الفيديو شوفوه، فن هذاك هو اللي كنا كنستعملوه، هو كادوم الجيل الذهبي هو اللي غادي يعرفه. المهم كاين لي الشامبوان هنا اغوغو اللي بغى شي حاجه، واثمنه اللي رخيصه كاين هذا التخادو هو اللي كنستعمل انا، ولكن ماشي هذا كنستعمل ديال لافوكا، راه داير غير انورو، وشوفوا 98 سنتيم والله الا زوينه. وما نقولكوش لكم على جلدوش، تبارك الله جلدوش كاين موجود تبارك الله، غير انورو 48 كوا، وهذا حتى هو لا غلا على مسكين. راني كنشوف اش غادي ناخذ، ولكن تفكرت انني راه عندي واحد خديته من افغوشي عطاه ليا كادو. هادو البنات زوينين الحكاكات الرجلين يا البنات، كنخليهم تبارك الله رطبين. انا عندي وحده باقا كاع ما استعملتها، كانت عندي وحده قديمه هي اللي كنت كنستعمل، مي مع الرحيل وداكشي ما عرفتش فين مشات. وهذا خويتي اللي كيحيد الشعر من الجسم، خويتي كيجبد لك من الجدر، كتقصح بزاف ولكن فعال. انا خديت ديك ديال الليزر باقا كاع ما استعملتها، تنستعملها شي نهار ونشاركها معكم. والمهم طلع لي قدام قلت غادي نخرج صافي بركه. المهم انا غنوريكم نشارك معكم اشنو شريت وعلاش مشيت وشوف اشنو جبت. المهم هذوك جوج ديال السيكه اللي ديت معايا عمرتهم وجيت سميتو ما ديش الطوموبيله خاسره ليا البنات، داكشي علاش. المهم مشيت عاوتاني تقديت حتى المواد الغذائيه، وراك نوريكم في فرماج ونقولها ويلي شداني نوريهم في الماكله، نوريهم واش شريت من اكسيون. ايوا المهم ها انتوا البنات خديت هاد الشفاف وقال شي 5 اورو فاصله شي حاجه بالعصا ديالو، والله الا زوين. ها انا كنوريه لكم البنات فن. المهم ما كنبقاش ديما عندي هذيك كيتهرس، اللهم قلت نشريهم ونتهنى. المهم في الاخر البنات راه خديت هاد المخاد، هاد الغشيان ديال المخاد زوينين. المهم غير انا المشكل اللي عندي المخاد صغر من هاد الغشيان. المهم غادي نشوف واش نشري شي مخدات عامرين. المهم خديت منهم جوج جوج هي 4، وخديت اختي هاد الكريريطه ديال الدوش كنديرها في الدوش كنكرط بها الدوش ولا هذاك الزاج، وخديت هاد الصباعيات البنات يدينا قتلناهم بجافيل، وانا مدمنه على جافيل، الا ما كانش جافيل راه ما نشقاش. خديت هاد اللصقه حتى هي خاصه هني، وخديت هادو ديال الخدمه هادوك اللي كنلصق سميتو اللي كانت عندي لي كوموند، ولا هذاك كنكتب السميات ونلصقهم تما باش ما ننساش. وخديت هاد الشوكولا اختي ضروري من الشوكولا نهير الله يعفو عليا، وصافي رمضان جاي ما عاد كي غندير مدمنه الشوكولات. المهم داك الشيء ديال التقاديه راه ما بغيتش نبقى نشارك معاكم خيركم في داركم، بغيتش نبقى نشارك معاكم هاد الشيء الله يجعل الصبر، عرفتي راه كلشي غلا 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 الله يستر الشوا والكوا. هو المهم حيد عليا هاد الشيء وغادي ندوز نوريكم اشنو خديت في هاد الشكاره، سبحان الله العظيم علمني الله ديت معايا شكاره وصاك. والله اختي الا كتمشي على حاجه وكتجي معمره. خديت هادو ديال الزيت غندير فيها زيت العود،
ضروري انا ديك العود ضروري نديرو في ديك القلعه ما كنخوي فيه. وهذا سميتو خديتها غادي ندير فيها اتاي حبوب، وهذيك اللعيبه ديال الريحه اللي كتعطي ريحه زوينه حاشا كون في التواليت خديتها حتى هي، وخديت حتى هاد الضو. هاد الضو ما غاديش نديرو سميتو في الكوافوز، غادي نديرو في الكوزينه. ما عنديش الضو مزيان في الكوزينه، ما كيبان ليا حتى شي حاجه الا صدق. وخديت هذيك اللعيبه ديال نسخنوا بها القهوه الحليب، هي كتسخنوا بحال كدير كابوتشينو زوينه زوينه. دابا نشارك معاكم كيفاش البنات. وخديت هذاك حاجكم ديال الطواليط، خديت هاد المعطر ديال الجو زوين ريحته فنه، ما كيبانش ليا ديالاش، المهم ديال الورد وقيله ريحته غزاله غزاله فنه شميتها تما. وخديت هاد الصابونه قالوا لك اختي كتحيد الطبيعي، المهم تنديرو نشوف كي دايره. خديت هاد الشيتا تبارك الله رمضان، هذا نهارك الشهيوات ما كنا ناكل كاع في رمضان، كنا كيت كناكل. المهم اختي هاد التقاديه وهاد الشيء راكم كتشوفوا زبابه الفلوس، الله يحفظ الله يستر. كل شيء غلا، كل شيء غلا، الدم رخص خلاتها واحد السيده، كل شيء غلا الدم رخص. المهم غادي نمشي نجرب انا وياكم هاد السخانه ديال الحليب ولا مع القهوه. المهم سخانه الحليب قالك سخانه ديال الحليب، المهم انا درت غندير فيها غير الحليب ونشوف كيفاش غادي يخرج. غادي نحلها يا اختي، انا راه ما كنحمل نحل كراطن، ما عرفتي كنعصبوني. ها انت هادي راه تعصبت معايا، الله يستر يقلو لينا معصبي مرتمانا. ها انت بغات كاع تخرج ليا، ها انت يا اختي شوفي 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 الفضيحه كندير ميكو اودي. ها خشيوها في كرطونه بنات ولا باع الميكا، وها الكتالوج ديالها في جميع اللغات. هنا اختي شتو كي دايره، هذيك راه السخانه لتحت، وها هي هنا كديري الحليب وهذيك الغطا ديالها. المهم غادي نضربها لها بواحد الغسله واجي نجرب انا وياكم، ضروري نجربها دابا نيت. انا اختي غسلتها، المهم فاش غسلتها راه كاتبين لك المينيمو والماكسيمو اللي غديري فيها، ما تفوتيش داك القدر قال لك. والمهم هذه راه كتسخن الحليب وكدير فيه الرغوه كشكوشه الرغوه نير وقريش نعرفو نهضرو يا اختي. والمهم البطونات راها، المهم من بعد نشرح ليكم. شوف لا خدمت، شوفوا كيفاش. المهم درت فيها الحليب، درت انا غير المينيموم، درتش بزاف غير كويس واحد. البنات الا عجبتني هذه خوتي ديها حتى لميمه مسكينه كتبغي القهوه والحليب، ديما عزيزة على القهوة والحليب. المهم انا ما عمرتهاش بزاف، بغيت نوريكم الساعة ما عرفتش شنو كنت كندير. ايوا المهم هانتوا البنات غادي نديرها، غادي نخدمها. غسلت لها بعد هذيك الغطاية ديالها، غسلتها الغطاية الغطا ديالها. يلا شوف بعدين غادي نوضع و تنقولك العروبية خاي ترحنا عروبية. المهم غسلت لها داك الغطا ديالها، ما عرفت مني تعطلت، غادي نزرب هاد الفيديو بابي باش ما يجيكمش الملل طبيعه الحال. ها انت ما عرفت فين مشيت، ها انت اختي نهير مشيت نغسل نغسل ونمسح ونقول ما مسحت. ويلي ويلي يا زيدي زيدي اختي، غطي غطي البريق. ها وشتي ها هو كتدور، كاين واحد التويشيه تما كتبقى كتدور فيه، تبارك الله كطلع لك كشكوشه من داك الشي الرفيع. ها هو خوتي مكيش كاش على مزينات، حمقني انا صافي اختي ما مشاتش فلوسي هذيك 19 اورو 95 سنتيم ما مشاتش هباء. المهم ها هو غادي نكبو حداكم اختي، غادي نزيد علينا واحد شويه ديال القهوه، ما نقدرش نشرب حليب غير هكاك. غادي نزيد عليه شويه ديال القهوه. ايوا هذا مكان عرفتي جات زوينه، عجباتني عجباتني ومكشكش فهمتي، عاطي الرغوه ماشي شي رغوه عاوتاني كثيره، عاوتاني ديك الرغوه الكثيره راه لا علاقه، اللهم يكون غير بحال هكا ما كتجي زوينه بديك المكشكش. واخويتي انا غادي نشارك معكم المخيدات، كما قلت لكم راه ما جاونيش المخاد اللي عندي، عاود غنشريهم هذيك عمارة اخرى ان شاء الله لك الحين الله. هانتي اختي راه درت هذاك اتاي في هذيك الطاوله اللي شريت، البواطه اللي شريت زوينه عجبتني، وجات واحد الديكور من
عندك ايوا شك هذا مكان، هادو هما المشتريات ديالي من اكسيون. الى عجبك الفيديو ديري لنا لايك واشتركوا معنا في القناة، وشكرا لكم على المشاهدة ودوزوا بخير.